تجربة يوم أمس كانت هي أسوأ تجربة عكستها النخب السياسية للعالم. نعم نرى بأن هنالك موجودة في بعض البرلمانات في أوروبا أو في غيرها يصير، نعم لا بأس، لكن بهكذا طريقة وماسكين بمطرقة البرلمان هذا يعني عيب تشريعي. هو خاصة تدخل تفضل العركة من ممثلي الشعب والقيادات الصف الأول للشعب، يعني للأسف هذه الكوميديا السوداء بعينها. بالأخير القانون لو تشاكوش هو اللي راح يحسم المنصب واقعيا، يعني واقعيا في العراق هو لابد من أن يكون القانون وصوت الدولة هو من يكون هذا المنطق يقول هيك. نعم لكن حسب المعطيات الموجودة اليوم وفق المتغيرات وفق الأهواء السياسية والمساومات وشيلني وشيلك، أعتقد أنه لازلنا نحبه والطريق ما زال طويل لأن يكون صوت الدولة هو يعني المعيار. طريق طويل، الطويل طويل جدا حقيقة. زين، لأنه هكذا نخب سياسية، وجل احترامي وتقديري واعتزازي لكل وليس يعني بشخص، أنا أن تذهب باتجاه أن يكون هنالك يعني تقزيم لسلطة البرلمان، هو هذا أعتقد بأنه شيء متعمد ومتقصد. كيف؟ لأنه لو هذا الكلام كان من المفترض كان تقزيم سلطة البرلمان، طبعا هذا ذهاب إلى أن يكون هنالك شجار وعملية تغول. يعني هل كان هناك من هو حمال حطب لهذه فداء في الجلسة قبل الجلسة؟ لكن فيما يخص هذا الموضوع هناك حمالة حطب؟ اليوم العراق هو كل شيء فيه وارد. لا مو من تقول لي تقزيم اكو تعمد بتقزيم سلطة البرلمان، إذن هذه السلطة معروفة أن يمثلها الطرف الغريم الآخر، ممكن راح هو يكون حمال حطب بطريقة مباشرة وغير مباشرة، هيك تفسير. يعني احنا بغض النظر استاذ اياس اذا كان الغريم او اذا كان الطرف المقابل، انا اتكلم بواقعية سياسية وبصورة عامة. نعم لا اتهم طرف من الاطراف، لكن اتكلم بتوصيف. البرلمان اليوم هو الجزء اللي تنبثق من عنده القرارات السياسية الجريئة، وهو النواة اللي تذهب باتجاه اعلاء صوت الدولة. واذا كانت هذه النخب السياسية تقول بأنه نحن ممثلي الشعب، فينبغي عكس صورة إيجابية للعالم بأنه هذا البرلمان اليوم هو من أرقى البرلمانات في التجربة الديمقراطية بالعراق. لكن بعد مرور 21 سنة من التغيير ولحد هذه اللحظة، أعتقد نحن راح نحتاج إلى إعادة مراجعة لمنظومة الأخلاق السياسية والمجتمعية.